بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أهنئ وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية على ما أدلى به من تصريحات ندد فيها بالعدوان الإسرائيلي الصهيوني، وأعرب عن موقف يقوم على العدل وشهادة الحق وحماية المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، والتي دعا فيها إلى ضرورة تقارب الأمة الإسلامية. ولا شك أن سعادة الوزير يستحق الشكر والترحيب من الأمة الإسلامية وشعوب العالم بصفة عامة، ومن المعنيين بقضايا الأمة الإسلامية بصفة خاصة على كلماته القوية والصريحة ضد العدو المحتل وعدوانه الغاشم. والواقع أنه أحيا بهذه الكلمات وهذا الموقف الجريء، أحيا في قلوبنا ذكرى والده العظيم الشهيد الداعي إلى التضامن الإسلامي الملك فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله. ولا أظن أنه يخفى على سعادة وزير الخارجية وحكومة المملكة العربية السعودية أن الأمة في انتظار شديد لكي ترى خطوات جادة لحماية المقاومة ومساندتها ومحاولات عملية مكثفة تشهد بصدق نية الحكومة السعودية وقوة إرادتها في مقاومة العدوان الصهيوني وحماية المضطهدين. كما تحب الأمة الإسلامية أن ترى مبادرات واضحة لجمع شمل الأمة وبث روح التضامن والتقارب فيها من جديد، الأمر الذي يليق بالمكانة المرموقة التي خص الله بها القائمين بخدمة الحرمين الشريفين، ونرجو أن لا ينسى أولو الأمر في المملكة العربية السعودية قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما نرجو في هذه المناسبة من قيادات الحركات الإسلامية أن تقوم بدورها وتدلي بدلوها في البحث عن مقاربات تجمع ولا تفرق، وأن تحذر كل الحذر من القوى التي تعمل على تشتيت الأمة وتحث بعضها على النيل من البعض والتوسع على حساب بعضها البعض. هذا رجاؤنا من قيادات الحركات الإسلامية، وعسى أن يبلغ هذا النداء الذي ينادي به مسلم هندي يعيش في البلاد النائية عن الحرمين الشريفين وعن الوطن العربي الإسلامي، ولكن رغم بعد هذه المسافة المكانية وكأنه يعيش
في قلب العالم الإسلامي العربي، فالوطن العربي والإسلامي هو قائدنا ورائدنا ومربط آمالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين بأزمة الأمور في هذه البلاد الإسلامية العربية كلها بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وما يضمن الرخاء للبشرية كلها، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.